قصة الحقيقة ملهمة وعظيمة. اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان أو أبو فلة نجح في جمع أكثر من 10 مليون دولار تبرعات لحملة لنجعل شتائهم أدفأ لمساعدة 100,000 أسرة في العالم وحمايتهم من برد الشتاء، خصوصا اللاجئين في سوريا واليمن وغيرها. أبو فلة أطلق الحملة في 7 يناير من خلال بث مباشر على يوتيوب، وتعهد أنه هو يحبس نفسه في أوضة إزاز أمام برج خليفة في دبي لحد ما التبرعات توصل لعشرة مليون دولار بدعم من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، مؤسسات خيرية تانية طبعا كتير، ده تحت عنوان أجمل شتاء في العالم. أبو فلة حقق رقمين قياسيين في موسوعة جانس، هما صاحب أطول مدة بث مباشر متواصل باستمراره حوالي 11 يوم، صاحب أكبر عدد مشاهدات مباشرة في لحظة واحدة لحملة إنسانية عبر يوتيوب. أنا في رأيي دي عظمة وجمال السوشيال ميديا. بقى لو اللي عاوز يسمي نفسه يوتيوبر أو يسمي نفسه انفلونسر أو يسمي نفسه أي حاجة، دي العظمة وده الجمال، إن الواحد يستغل شهرته أو شعبيته أو أي حاجة في الدنيا ربنا أنعم عليه بيها في إنه يخدم الناس، في إنه يغير حياة الملايين. أعتقد إن الرسالة اللي قدمها اليوتيوبر أبو فلة رسالة للجميع. لو ربنا رزقك بحاجة، بشهرة، بغيره، استغل ده مش في ان انت بس يعني تستعرض اللي ربنا ادهولك، لا، استغل ده في ان انت تساعد ناس، في ان انت تغير حياة ناس. اتمنى ان يعني العالم مش بس مصر ولا المنطقة العربية يبقى فيها 10 مليون من ابو فلة، مش ابو فلة واحد.